هي الجماهير معانا، جماهير هنا وجماهير كمان في برج العرب، لا علشان جماهير النادي الاهلي. عشان انت ماشي بصوره كويسه قوي، فانا يعني انا بنشكر القائمين على الـ على الـ على كره الصالات، وبالاخص انا يعني بالنسبه لي خالد العوضي عمل شغل عالي جدا، وعلى الاقل رجع هيبه الاهلي في الهاندبول، ودي حاجه مهمه جدا. نرجع بقى لماتشنا. هتتكلم؟ اه كلمتين بس. ماتشنا ايه؟ ما خلاص كده. لا انت اتكلمت 40 دقيقه، سيبني اخد خمسه. أنا. اول ثلاث حاجات اللي انا عايز اتكلم فيها في النادي الاهلي بس، انت عندك ثلاثه ثابتين. انا اقول لك التكتيك بسرعه كده، ثلاثه ثابتين اللي هو عبد المنعم وربيعه ومروان عطيه وكهربا الرابع بتاعهم ثابت، بيلعبوا بثبات. اما بقت الفرقه كلها لا مركزيه، حتى السوليه وحمدي فتحي، حتى حمدي فتحي والسوليه هتلاقيهم بيتبادلوا، علشان كده السوليه وحمدي فتحي بيلعبوا اللي هي تحت المهاجم دي غير قفشه خالص، ما يلعبوها بالمواجهه. ولكن انا بخص اكتر واحد حمدي فتحي اللي هو اللي بياخد الكره الثانيه، يعني حمدي فتحي ما بيستلمش علشان يروح بالكره، حمدي فتحي بياخد الكره علشان يفنشها. اما عمرو السوليه، عشان كابتن اسامه قال كلمه مهمه، التسديد اللي كان في المباراة اللي فاتت كتير، لان دي طرق لعب مروان وطرق لعب السولية كده، ان هم بيبقوا طول الوقت عادل معانا. الجماهير النادي الاهلي في الملعب المباراة، بسم الله ما شاء الله، يعني جمهور كله ال 10000 بالنسبة للجمهور النادي الاهلي. بص يا كابتن ايمن، بالنسبة لحتة الجمهور، مباراة زي دي بتتذاع في العالم كله وبتتشاف كله، لما تتشاف استاد القاهرة مليان وجماهير، دي صوره لصوره الرياضه في مصر. مظبوط. ما ينفعش النهارده تاخد التذاكر بتاعتك وتحجبها علشان تدخل 500 600، دي ما تبقاش رياضه ولا استثمار ولا السلعه اللي انت بتروج لها توصل اللي انت عايزه. خلينا في الماتش يا كابتن اسامه. طيب رمضان كريم، عايزين نقول كتير. فاحنا بنتكلم على الثلاثه اللي هم بتوع نص الملعب، عمرو السوليه ومروان عطيه وحمدي فتحي. مروان ثابت، اما حمدي فتحي وعمرو السوليه هم اللي بيتبادلوا حته اللي هي بيلعبوا تحت الراس حرب. الثلاثه اللي قدام حسين الشحات، بيرستا ومحمود كهربا، الوحيد اللي ثابت فيها محمود كهربا، ولكن الاثنين بيلعبوا في المكان اللي هم يعني في الوقت، بس هو في مركزيه شويه بيرستا دلوقتي علشان هو قدر انه بقاله فتره بيشتغل كويس في الحته اليمين وحته الشمال. حسين الشحات برضو لما نزل وعمل اداء كويس، فانت بتتكلم في افوق ثلاثه عندك، الثلاثه المهاجمين.